آداب قضاء الحاجة. إذا دخل المسلم أراد أن يدخل إلى الخلاء يأتي البول أو الغائط لابد من آداب للمسلم. Mokwongo darasa mwada chako uweni. Uwe about ler seki mangano doa diye choo karakina doa diye choo onego losare na ngo. Obedi choo maduon katamatini. لابد أولا يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس لا أحد يرى يعني لا يمكن يأتي الحاجة والناس يروا إما أن يدخل إلى هذه الحمامات يغلق الباب أو يكون خلف شجرة خلف مبنى أو يبعد إذا لا يوجد شيء قبل أن يدخل يقول بسم الله ويقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى عند الدخول وإذا خرج يقدم الرجل اليمنى عند الخروج ويقول هذا الدعاء غفرانك نعم لا يمكن أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال قضاء الحاجة نعم كذلك لا يمس ذكر بيمينه يمس ذكر بيساره then نعم لا يمكن أن يأتي البول أو الغائط في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفارا يعني أماكن جلوس الناس أماكن الظلال انتظار الناس الطرقات لا يبول في الماء الراكد الذي لا يجري لا يمشي كيك دي بونيتي مو حاجة لا يو كتا حاجة مدوم اي بي مو تشون كتا كسيما كتا ياو كيك تيم كمانو يصح أن يبول قائما بشرطين يوم اتشو كابولوني لايو ويني من لايو كي تشون كنتي شريع ريو يعني مسيني بيني الأول ألا تنكشف العورة مكوانغو كيكي قول جينا تي يعني قول ليو لتي الثاني أن يأمن أن الرشاش لا يرجع عليه. تاتي مكشواني كابونوني جي تشوغو بي توكو دوغ نودو أول ريكو بكين. إذا كانت تنكشف عورته أو يغلب على ظن أن الرشاش يرجع عليه هذا لا يبو القائمة. كابونوني دوا لايو تو كامي لايو تنيني كلايو تو لاتني غورة تنتو دوغو إيري كاتاي دي بيرو يعني situation مورو ما كاراكي غورو لوني نيني هاي فاي. لا يمكن أن يدخل إلى الحمام بالقرآن بكتب الحديث أي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى then أكويني كاكاكي إسلام كيبي يتشوت ديجي يعني تيمو قرآن كاكي تيمو بول حديث كاكي تيمو بوك مورا مورا ما انتيري الله نين الله إذا دخل انقطع عن ذكر الله ما يمكن أن يقول استغفر الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سجمي دوجة شو أكويني ولا يطيل البقاء في هذه الأماكن لأنها أماكن للشياطين بذن أي شو كتب يقيني بيدي مانعي سنة لكي شو الشيطان يمدى كي شو